بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إعلان عن مشروع جديد، والهدف من المشروع هو بداية التغير في الإنترنت في بداية هذا العام، وحتى في شهر 4 في هذا، يعني قبل أقل من شهر. انطلق مشروع سوف يغير مفهوم الإنترنت، وهو الذكاء الصناعي. متاح طبعا، أنا ما بدي أتكلم عنه لأنه حيعرف الناس كله الآن دخل فيه تقريبا، تابعوا أكثر من 100 مليون شخص دخل في الذكاء، في الذكاء الصناعي. بهذه المناسبة سوف نبدأ بإذن الله في كتابة كتاب بعنوان ايديك، وسوف يكون لنا إن شاء الله من السبت إلى الأربعاء بث مباشر، أو إلى الثلاثاء على اليوتيوب، طبعا في اليوتيوب يعني كل بث في صفحة أمام المشاهد. طبعا الكتاب حيكون باللغة الإنجليزية، والسبب لأنه الإنترنت الجديد زي الإنترنت القديم، أول ما يبدأ بالإنجليزي. طبعا عشان يصير بالعربي ما يسمى يوزر فريندلي، يعني أنت الآن كل اللي موجودين بالعربي موجود الإنترنت الجديد بالعربي، بس كله أشخاص يعني يستضيف، يعني يترجم ويشتغل وكذا. طبعا مو مجاني بالضبط زي ما بدأ الانترنت. يعني اذا نفتكر نحن برنامج مكتوب للايميلات اللي اشترى ياهو اعتقد تقريبا، وحتى سوق دوت كوم برامج اللي تبدأ بدري لما يتم شراءها تصير يعني بالعربي. طبعا نحن او الجي بي تي الذكاء الصناعي مع مايكروسوفت وياهو ومول من ألين ماسك، طبعا هو مهدد للجوجل، يعني جوجل حيصير دقة قديمة لأن الآن كل البحث في الجوجل وفي اليوتيوب،
حيصير انت ما تبحث في اليوتيوب ولا في تبحث في البراوزر اللي هو ايدج او بينج. طبعا يفرق عن جوجل